تعرض الآن أيضا لما يشبه هذه المؤامرة التي كانت من 100 عام؟ يعني كيف ترصد ما جرى وما يجري الآن في بلداننا العربية؟ هو هناك إرهاب في بلدان عربية كثيرة، ومصر عانت منه كثيرا. لكن المشكلة مع الإرهاب أن يعني القضاء عليه نهائيا صعب. نستطيع يعني كأفراد ودول أن نحارب رموزه، ولكن بالنهاية يكفي واحد مثل ما حصل من يومين في نيويورك، أن استأجر سيارة شحن وهجم على الناس في ممر للدراجات الهوائية. صحيح. وكانت النتيجة أن قتل 8 وجرح 12. فالقضاء المبرم على الإرهاب يحتاج إلى تعاون بين الدولة، بين مؤسسات الدولة والمواطنين. يعني يدرك المواطنون أن هذا الإرهاب يضر بهم، يؤذي مستقبل أولادهم. ما حصل في مصر قبل أيام لا سبب له إطلاقا. هذا الإرهابي الذي يدعي أنه مسلم والإسلام دين سلام بريء منه، يذهب ويقتل جنود مصريين. طيب جنود مصريين يعني 80-90% منهم مسلمين، مسلمون سنة مثله. صحيح. هو لكن عقله مغلق. هناك من يشجع على الإرهاب، هناك من يعتقد أن طريقه إلى الحكم أو إلى السلطة أو إلى وضع أفضل هو الإرهاب، وهذا لن يحصل أبدا. أنا أعرف الرئيس السيسي، هو كان عسكريا قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية. أعتقد أن عنده فكرة جيدة عن حاجات مصر ومستقبل مصر. أعتقد أن مصر مقبلة على يعني وضع اقتصادي ممتاز بسبب الغاز الذي اكتشف في البحر. صحيح. لكن هذا يحتاج إلى هدوء. لأن في البداية 2018-2019 سيكون الانتاج لمصر، ولكن بعد ذلك التصدير والكميات التي يعني تحدث عنها شركة إن الإيطالية، ليس أي مسؤول مصري، كميات خرافية. أن نصل إلى ذلك، ولكن أرجو كذلك أن يكون هناك يعني نجاح ضد الإرهاب، ضد من يشجع الإرهاب وضد من يمارس الإرهاب. الإرهاب أستاذ جهاد العربي، انظر ما يحدث في سوريا الآن. كنت عايز أسأل حضرتك حدودكم. أستاذ جهاد، العراق وما حصل في كركوك وغيرها في الشمال وفي الموصل وهذه. طب اسمح لي، الإرهاب في انحسار، ولكن لا أستطيع أن أقول. يا أستاذ جهاد اسمح لي حضرتك أسألك عن، وأنت يعني خزانة أسرار كثيرة في السياسة العربية وتعلم كثيرا مما يدور في الكواليس، هل أنت يعني ككاتب راصد لجهود الدول العربية في محاربة الإرهاب ترضى عن التنسيق بين الدول العربية في محاربتها للإرهاب؟ هل هناك قناعة لدى كل الدول العربية بشرعية وضرورة الحرب على الإرهاب؟ لا ليس كل الدول العربية، ولكن خلينا ننظر مثلا إلى التحالف العربي إزاء تجاوزات قطر. مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين. يعني في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني إذا كانت قطر لوحدها ومقابلها يعني أكبر دولتين عربيتين بعدد السكان والدول الأخرى معها، فأنا أرجح أن الحق هو مع هذه الدول الأربع وليس مع قطر. فهناك تجاوزات، أرجع أن ترى قطر أن الطريق الصحيح هي بالتعاون مع دول مجلس التعاون ومع مصر وغيرها. اليوم أقرأ أنهم اتبرعوا $400,000 لتعليم العربي في إنجلترا. يعني عندهم فلوس، ولكن لا يستطيعون أن يرشوا كل الناس. صحيح. يجب أن يكون هناك يعني حد أدنى من التعامل الأخوي بين قطر والدول الأخرى. كيف ترى مستقبل الأزمة
يعني ما بين الدول الأربعة وقطر؟ يعني إذا كان هناك من سيناريو حضرتك ترسمه لهذه الأزمة، إلى أين ستصل؟ أعرف الدول الأربعة معرفة وثيقة، أعرف البحرين كما أعرف يعني لبنان. الحل يجب أن يأتي من قطر، يجب قطر أن تترك عن قطر. قطر يا أخي أصغر دولة عربية، ما فيها 300 ألف مواطن، يعني نصف حي بالقاهرة. لا تستطيع أن تركب رأسها وتصل نفسها، ليست دولة عظمى ولن تكون دولة عظمى إطلاقا. عندما شفنا شو صار بالكويت لما بالاحتلال، ف يعني هناك، فأرجو أن يكون عند المسؤولين في قطر الأمير تميم والده الشيخ حمد يعني نظرة إلى المستقبل، نظرة إلى وضع قطر ضمن المجموعة العربية، خصوصا في مجلس التعاون، لأن يعني حل المشكلة يجب أن يبدأ من قطر، لا يمكن أن يبدأ من البحرين أو من مصر أو من السعودية. صحيح، حتما ليس من الإمارات ولا قطر. لما تطلع الدول العربية قتل إيران، انت حضرتك بتتابع حتى اخر اخبار اللي جايه من قطر، انه يعني قطر مصره وتقول انها اكثر امنا مع ايران مثلا، فهي تسعى الى تعقيد الازمه وتواصل عجرفتها. يعني هو حصل قبل انه سحبوا السفره وقطر تراجعت عن موقفها، ولكن يبدو ان الازمه هذه يعني احد واشد وابعادها اكثر من الازمه الاولى التي انتهت فقط بسحب السفارات. فأرجو أن نرى يعني مبادرة قطرية. أنا أعرف الأمير الحالي وأعرف والده، خطاب الأمير تميم في مجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنة أقول له يعني ما يعجبني في فقرتين ثلاثة عن القضية الفلسطينية. فهناك يعني أمور نستطيع أن نبدأ منها، ولكن يجب أن تأتي المبادرة ليس من مصر، ليس من السعودية، ليس من الإمارات، ولكن من قطر، من قطر نفسها، من قطر. طيب أستاذ جهاد، بعد أيام قليلة هيعقد في شرم الشيخ منتدى الشباب العالمي، وحضرتك أكيد يعني متابع أخبار هذا المنتدى، أنه مصر يعني هيكون فيها عدد كبير جدا من شباب العالم. حضرتك توجه لهذا التجمع رسالة تقول لهم إيه؟ يعني أرجو أن يعكس أمال الشباب، أن يعكس أمال الآباء والأمهات في أولادهم. كلنا نريد لأولادنا مستقبل أفضل مما إحنا وجدنا، مستقبل أكثر تحقيقا لأمال الأسرة في البلد وللبلد كله. أرجو أن يكون هناك يعني جو إيجابي، أتوقع أن يكون الجو إيجابي، وأرجو أن تكون يعني الطلبات، أن تعرف طلبات الشباب بتكون مبالغ فيها أحيانا، أن تكون الطلبات ضمن نطاق المعقول، ضمن نطاق التحقيق. وأنا واثق من أن مصر وكل دولة عربية تريد للشباب مستقبل أفضل، مستقبل لشباب للجيل الجديد في قطر. ولكن يجب أن تكون المبادرة للحل من قطر وليس من أي دولة عربية أخرى. أستاذ جهاد الخازن من لندن، الشيخ صباح الأحمد يئس من الأمر. صحيح صحيح، نعم صحيح. الشيخ صباح أنا بعتبره حكيم حكماء العرب، صحيح، إنسان 40 سنة وزير خارجية، وقفته قطر على حافة اليأس. كلنا بنتامل، انا وانت نتامل خير لامتنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ جهاد الخازن من لندن. لما جهاد الخازن يعني يبقى على التليفون، الحقيقه هو الراجل لديه كثير مما يقوله، يعني لديه كثير مما يقوله. طيب احنا هنطلع فاصل قصير واعود لحضراتكم لاستكمال ما لدينا من مفاجآت اليوم.